بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. موضوعنا النهاردة بيتكلم أو موضوعنا في المصالح الحكومية النهاردة بيتكلم على الطريقة الوحيدة لمعرفة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة دفعة نوفمبر 2020 500 جنيه. في الآونة الأخيرة ناس كثيرة بدأت تبحث وتدور على طريقة الاستعلام، وانتشرت أخبار كثيرة برضو على السوشيال ميديا وعلى المواقع الإخبارية بأنه ادخل أعمل استعلام عن طريق الموقع، ورابط الموقع موجود هنا، وطريقة الاستعلام وكتب لك خطوات، وكل الحاجات دي طبعا ملهاش أي أساس من الصحة. طيب إيه هي الطريقة الوحيدة اللي هي تخليك تعرف أنك أنت اتقبلت ولا لا؟ هنقولها إن شاء الله، ولكن بعد ما نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، وادعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة، وما تنساش تفعل زر الجرس أسفل الفيديو علشان يوصلك كل جديد في القناة بتاعتنا. طيب تعالوا كنا نتعرف على الموضوع بالتفصيل ونشوف ايه هي الطريقة الوحيدة اللي هي سيتم إعلامك بيها انك انت تستحق منحة 500 جنيه. الطريقة الوحيدة لمعرفة موعد صرف المنحة لعمالة العمالة الغير منتظمة دفعة نوفمبر 2020 500 جنيه، ده عنوان الفيديو بتاعنا. طيب استعلام، طيب ما زال الملايين من المواطنين محدودي الدخل والفقراء يبحثون عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة دفعة نوفمبر 2020 التي تأخر صرفها كثيرا، حيث أعلنت الحكومة عن استمرار صرف منحة 500 جنيه للعمالة المؤقتة باعتبارهم الفئة الأكثر تأثيرا بأزمة فيروس كورونا الحالية، حيث يستمر صرف منحة العمالة حتى شهر ديسمبر القادم. طيب الطريقة بقى الجديدة اللي هي أو الطريقة الوحيدة اللي هو حتى الآن الطريقة الوحيدة حتى الآن اللي هو أعلنت عنها وزارة القوى العاملة هو إرسال رسالة للمتقدمين لمنحة 500 جنيه الدفعة الرابعة. طيب الرسالة هتجيني من فين؟ الرسالة هتجي لك من رقم 2030 من وزارة القوى العاملة. طيب في روابط اني انا استعلم بها؟ لا طبعا، لحد دلوقتي ما فيش اي رابط او اي موقع بيتيح لك انك انت تدخل تستعلم عن المنحة بتاعتك، وكمان ما فيش كشوف، لانه الكشوف حاليا في الوضع الحالي جاري إعدادها من وزارة القوى العاملة. يبدأ مفيش موقع، مفيش كشوف حاليا طلعت أو تم ظهورها في البريد أو في غيره أنك أنت تقدر تروح تستعلم عنها. الوقت الحالي مغلق على وزارة القوى العاملة، والرسالة أو تنتظر الرسالة اللي هي حيتم إرسالها إليك على التليفون بتاعك. يبقى الطريقة بتاعتنا علشان ما نطولش عليكم برضو، الطريقة بتاعتنا أو الطريقة الوحيدة اللي هي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة هي طريقة إرسال رسائل للمتقدم فقط. طيب تعالوا بس نكمل الموضوع ونشوف وزارة القوى العاملة بتقول إيه كمان. يذكر أنه جاري الآن إعداد الكشوف، طبعا الخبر من وزارة القوى العاملة، يذكر أنه جاري الآن إعداد كشوف بأسماء مستحقي منحة العمالة الغير منتظمة للدفعة الرابعة 2020، وفور الانتهاء سيمكن لكل المستحقين الحصول على 500 جنيه من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع ضرورة ارتداء الكمامة حفاظا على صحتكم. ده خبرنا النهاردة اللي حبيت بس أطلع أوضح فيه المعلومة، ومش عايزك تدور كتير، لا إذا حبيت تاخد المعلومة خدها من مصدرها، وزارة القوى العاملة أو موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت، تدخل من غير ما تدور تبحث على رابط أو تبحث على أي شيء، لا كل حاجة موجودة على وزارة القوى العاملة. ده إن فتحت أجابة مواقع جديدة حيتم وضعها على موقع وزارة القوى العاملة، إنما حاليا حتى الآن لا يوجد أي موقع إلا الرسالة التي سيتم إرسالها إليك بعد 15/11 الشهر الجاري. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى.